السلام عليكم، كديري لاباس؟ اخباركم؟ لاباس عليكم. ان شاء الله نشارك معكم شويه ديال الكسكسو بالكديد. ديك المره درتو معكم بالكرداس، هذه المره بغيت ندير شويه بالكديد. الكديد عندي ها هو كداير، ها هو ما شاء الله غزال. رقدتو شويه في هذا في الماء سخون باش ينقص ليه ديك الملحه ديالو. المهم تنحتاجو القياس ديال الكديد اللي بغينا تنديروه. تنديرو معاه واحد البصله، ندير معاه هنايا واحد البصله، وهنايا الزيت ديال البلديه والروميه مخلطين مع كاس مع مرش. هنا في العطريه كاين عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعفران نعرق، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال السودانيه، السودانيه اختياريه. هنا نص مطيشه طحنتها، والنص غادي نرميها هكايا صحيحه. هنا عندي دوك القشيوشات ديال الدجاج، واحد القنصه، واحد العنيق بنتي ما تتبغيليش الكديد، والخضيره ديالنا. وغنديروا ان شاء الله بالكسكسو ديال الحمامر. تابعوا معايا مرحله مرحله نصب. يلا تشاهدوا معايا النصب ديال الكسكسو البنات. حنا نديروا ديك العطريه ديالنا كامله هنايا. غادي نخوي ديك البصله، صراحه خاص التليفون نهبطو لتحت شويه، صراحه مبقاش شي بغا يهبط ليا كاع، هادي تهبط ليا كحيت هكايا. نتمنى بان تبان ليكم. هانتوما غادي نديرو ديك البصله، هاهي انا عندي بصله، نديرو البصله ديالنا. هاد المطيشه هادي ديال سميتو ما نديرهاش دابا، تيطيب الكديد غنسد عليه في الكوكوط عاد نرميه في البرمه. والخضره هنا غادي ندير الزيت البلديه مخلطه بالروميه. هنا غادي ندير ديك العطريه، البزار وسكينجبير وشويه ديال الكمون وشويه ديال السودانيه وهذا الزعفران عرق. ولكن ما تنديرش الملحه، تنخاف لان تكون الكديد او الكرداس تيكون مالح. انا صراحه ما عمري ما نصبت، ولا انت تجي نصبه هي هذيك، كنتمنى تجي نصبه هي هذيك. المهم نشحروا شويه هادو هما، وغندير معاهم الانواع ديال اللي تنسدو مع هذا، وندير الخضره في البرمه عاد نرجع معاكم. هنايا البنات انا غادي ندير ان شاء الله، انا اللفت الانواع ديال اللفت، عندي اللفت الصفراء، وعندي اللفت ديك الحمراء، وعندي ديك الليمونيه، وعندي هاد الكورجيت هادي. المهم الانواع ديال اللفت كاملين غنسدهم نسد عليهم مع الكرداس. اما القرعه الحمراء والبطاطا والتيبروا بناتي والكورجيت غنخليهم نديرهم هنايا. انا غسلت الخضره غنديرها هنايا، تيطيب لي الكرداس في الكوكوت او القديد في الكوكوت. وغادي نخويه هنايا هاد لي شوت هو، نخليه هنا بحال طرياتي تيخسر. الكورجيت نسيبها على جوج، نسيت الخضرة مزيان، وتندير هاد الربيطة ديال الكزبر مديس تعطي واحد الريحة غزالة للكسكسو. عاد غنخلي هاد المطيشه هادي هنايا، المطيشه تتخطر ليا الكسكسو ديال المرقه تكون خاطره. وما رميتش داك العنق ديال الدجاج وداك القنصه ونغميه هنا، لان دغيا تيطيب شو ديال القدي تيبغي الوقت ديال الطياب. غنخليه هنايا يطيب مع الخضره. وانا مطيشه عندي صحيحه النص ديالها، النص ديالها راني طحنتو درتو هنايا خطر ليا المرقه. خليكم معايا البنات، تيطيب ليا داك القديد، تيطيب ليا في الكوكوت. وغادي نخويه هنايا في البرمه مرقته وكلشي، ويطيب بنيت مع يطيب عاوتاني عاود يكمل الطياب ديالو مع الخضره. ونفور الكسكسو وهانتوما معايا. انا طاب ليا هاد القديد ديالي، انا تخوي ليا بنتي هنا في البرمه
باش كيطيب مع الخضرة. وغادي نفور الطعام وغادي نوريكم الشكل النهائي. هانتم كما تتشوفوا مشاهدكم، واللي تتوهم تسمح ليا بزاف 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 والله، اسمحوا لنا تنديروا ذنب كبير. هانتم ما شاء الله واحد الريحة خطيرة خطيرة خطيرة. البنات الكسكسو ديالي طاب، هذا راه حنا تنقولوا ليه الطعام بويفدل. هنايا هو داك، ها هو الكسكسو هنايا درته في الكسعة. انا غنطفي ونسكي ونرجع تشوفوا الشكل النهائي ديال الطعام بويفدل. هادي تيقولوها شلوح. الطعام بويفدل هو الكسكسو ديال الحمامر، يعني طعام بوركبة. بنات انا سكيت الكسعة ديالي، نتمنى تعجبكم صراحة. واحد الريحة طالعة خطيرة. الهضرة ديال الوردة صاحبتي خطيرة ما شاء الله غزالة. نتمنى يا ريتكم كلشي يجي يحضر معايا، ومرحبا بكم عندي كاملين كاملين كاملين. تنشكركم بزاف، وللي خطاكم عليا، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وديروا لي ابوني. وللي خطاكم يلا بالسلامه عليكم، مشينا ناكل فيا نموت الجوع.